أهلا بيكم في بيت سارة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن المشروبات، خصوصا اللي بنقدمها في رمضان. رمضان بالنسبة للدول العربية يعني عصاية، بنلاقي السفرة بتاعتنا مليانة بأنواع كتير من العصاية. أنهي نوع بقى اللي مفيد وإيه الحاجات اللي نبعد عنها؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل في حلقتنا النهاردة. من العصاير المشهورة قوي في رمضان القمر الدين والصوبيا والتمر هندي والخروب، وكمان عصير القصب وعصير الفاكهة الطازة. طب عصير الفاكهة فيه ناس كتير قوي مشكلتهم ان هما بيحطوا عليه سكر عشان يحلوه، ودي مشكلة لانه بيعلي من السعرات الحرارية اللي فيه. كمان بيعملوا غلطة مهمة جدا ان احنا ناخد بالنا منها، ان هما بيصفوا العصير. طب ايه مشكلة التصفية؟ ان انا بخسر الالياف اللي موجودة في العصير الفاكهة اللي انا بستخدمه ده. طب الالياف دي هي اللي فيها معظم القيمة الغذائية اللي موجودة في الفاكهة، فانا كده شربت عصير مجرد مية وسكر، فده عمل لي مشكلة ان هو بيرفع لي وزني وبيزود لي من السعرات الحرارية. كمان مشكلة السكر اللي بتبقى موجودة في العصير انها بترفع من مستوى ترايجليسرايدز، والترايجليسرايدز ده بيأذيني لانه ممكن يخلي يحصل تراكم دهون في منطقة البطن، وكمان ممكن يعمل لي الكبد الدهني. يعني من اكبر الاخطاء ان انا اعملها ان انا اصفي العصير. طب اعمل ايه عشان يبقى العصير بتاعي مفيد وصحي اكتر؟ ان انا ممكن اعمل عصير مثلا كوكتيل، ان انا اخلط فاكهة فيها سكر طبيعي مع فاكهة ما تكونش مسكرة قوي، زي مثلا الفراولة. الفراولة ممكن في الموسم بتاعها بتكون مسكرة قوي، فساعتها ممكن احطها مثلا مع الموز بتبقى برضو مسكرة سكر طبيعي، او مع الجوافة، او اي نوع فاكهة تاني انا بحبه. منها ان هي بقت مسكرة وفي نفس الوقت ما علتش السعرات الحرارية المؤذية بالنسبة لي. كمان من العصاير الجميلة جدا والمفيدة عصير البطيخ، من اكتر العصاير اللي بتبقى منعشة جدا لانها بتبقى مليانة مية، وفي نفس الوقت بتحمي جسمنا من وقت الصيام من اللي يحصل له جفاف، وبتكون منعشة وبتحلي المود. ساعات ممكن احط عليها كمان نعناع، ده بيعلي من القيمة الغذائية بتاعتها وكمان بيزود الرطوبة جوه الجسم. في كمان أنواع من العصاير دايما بتبقى مرتبطة معانا في رمضان بس، لكن بقية السنة بننساها، وحتى في رمضان مش كل الناس بتشربها، لكن فيها فوايد عالية جدا محدش عارف قيمتها. زي ايه؟ زي عصير العرق سوس. العرق سوس من المشروبات المفيدة جدا، ياريت نكون حريصين ان احنا نشربها في رمضان وغير رمضان، لان ليه تأثير على الجهاز الهضمي، بيخفف من المشاكل والالام اللي بتحصل في المعدة، كمان بيطهر الجهاز التنفسي خصوصا من الافرازات المضرة، وطارد للبلغم، وبيقلل التوتر، وبيهدي الجهاز العصبي. كل ده في العرق سوس، لكن خدوا بالكم ان ما ينفعش نزود منه لانه بيرفع الضغط شوية. من العصاير المشهورة برضو في رمضان الخروب. الخروب من المشروبات المفيدة جدا. ليه بقى؟ لانه بيحسن من الهضم، وبيساعد في علاج الاسهال، وبيقلل مستوى الكوليسترول في الدم، فيبقى مفيد جدا لمرضى القلب. كمان بيخفف من اعراض الحساسية ومرض الربو، وغير كده بيعلي مقاومتنا جدا من سرطان الرئة. مرضى السكر بقى لازم يخلوا بالهم هما بيشربوا الخروب، لان اوقات كتير لما بنجيبه جاهز بيبقى فيه كمية كبيرة من السكر. في مشروبات تانية كمان ممكن نشربها في رمضان، والمشروبات دي بتبقى حلوة جدا ومهدئة. زي ايه؟ زي الشاي الاخضر والنعناع واليانسون، كمان البابونج والزنجبيل. كل دي مشروبات حلوة جدا وبتبقى جميلة للجهاز الهضمي خصوصا في فترة الصيام. طب ايه المشروبات اللي ممنوع اشربها في رمضان؟ هو المفروض ان انا اكون ممنوع اشربها طول ايام السنة. المشروبات دي بتبقى خطر خصوصا في رمضان، لان الجسم بيكون صايم فترة طويلة، والمشروبات دي بتبقى مضرة جدا وملهاش اي نوع من انواع المنفعة. المشروبات دي زي ايه؟ زي المياه الغازية. مشكلة المياه الغازية ان بيبقى فيها نسبة كبيرة جدا من الكافيين والسكر، وكل ما بيزيد استهلاكنا ليها كل ما بزود فرصة ان يحصل لي تسوس في الاسنان وهشاشة العظام، وكمان بتضر وظائف الكبد. كمان المشروبات الغازية بتزود احتمالية ان يجيلي امراض القلب وانسداد الاوعية الدموية، ده غير انها بترفع جدا من الوزن، وبتزود الاضطرابات بتاعة الجهاز الهضمي، وبتزود الغازات المعوية. طيب لو شربنا الانواع المياه الغازية الدايت هل افضل؟
احب اقول لكم ان المشروبات الغازيه الدايت اخطر بكتير من المشروبات الغازيه العاديه. صحيح ما فيهاش سكر وسعراتها الحراريه اقل او تكاد تكون ما فيهاش سعرات اصلا، بس الشركات دي بتستخدم محليات صناعيه مكان السكر العادي. المحليات دي زي الاسبارتم، واثبتت الدراسات ان الماده دي مضره جدا بالصحه لانها بتسبب امراض الاوعيه الدمويه. كمان الماده دي بيحصل لها ترسيب في الجسم فمنقدرش نتخلص منها بسهوله. ده ممكن يعمل لنا ايه؟ ممكن يعمل لنا قرحه في الدم وارتفاع في ضغط الدم. كمان مشروبات الطاقه اللي الناس بتفتكر انها بتحسن من الاداء العقلي والجسدي، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه، بل بالعكس مشروبات الطاقه دي بيبقى فيها كميه كبيره جدا من السكر وكمان كميه كبيره من الكافيين، والكميات دي بتزود من سرعه نبضات القلب وبتبقى مضره كمان للبول، فبتخلي الصايم يفقد ميه كتير وسوائل كتير من جسمه، فده بيعرضه انه يحصل له جفاف وارتفاع كبير في ضغط الدم. وبكده أكون على قد ما أقدر اتكلمنا عن معظم المشروبات المفيدة اللي الناس بتشربها في رمضان، وياريت نحافظ عليها كمان طول أيام السنة. وأشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامج بيت سارة.